اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار المهمه بتتعلق بالفريق على السوشيال ميديا ونعلق عليها ونوضحها، لان ده كان بيكون مهم جدا. ده الحساب الرسمي لمارسيل كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي من خلال فيسبوك، كتب وقال: دمج طاقم التدريب في فريق يعيش بروح القميص الاحمر، انا سعيد لانني قادر على الاعتماد على دعم هؤلاء المتخصصين الرائعين في كره القدم، لا يوجد وقت لاهداره، امامنا الكثير من العمل. وفي الحقيقه واضح جدا ان الراجل اول ما جه وصل مطار القاهره بالسلامه راح رايح على النادي، بعد كده امبارح اجتماع على طول مع الكابتن محمود الخطيب في تمرين، رغم ان التمرين كان بالمناسبه المفروض يبقى النهارده، تمام، بس التمرين ابتدى امبارح، وكمان النهارده قياسات بدنيه للعيبه، والنهارده هيحدد ملفات كتيره كمان جدا بخصوص المعسكر زي ما قلت لكم، وبخصوص ملف اخر مهم اللي هو موضوع الصفقات يعني. يعني ان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار سعيده باذن الله تعالى، يعني بدا يعني خلينا ننتظر. في نفس الوقت ففي واضح جدا حماس كبير وفي شغف عنده، واتكلم النهارده بالمناسبه في المؤتمر الصحفي على حته انه بقاله سنتين ما بيدربش. قال لك يا جماعه احنا كمدربين ساعات بنبقى محتاجين فتره راحه بعد ضغط كبير جدا من المواسم المتتاليه اللي فيها تدريب وبطولات وكلام من ده، دايما بنحب ناخد نفسنا يعني. بخلاف ان هو كان عمل جراحه في رجله لانه من هواة تسلق الجبال في سويسرا، فتعور عمل جراحه في رجله، فعشان كده رغم ان جاله عروض من منتخبات ومن انديه خلال السنتين دول، فقال انا دلوقتي راجع بحماس اكبر للعمل وشغف واضح لي يعني للتدريب. فدي الحاجات دي بالمناسبه ايجابيه مش سلبيه خالص. قال لك كمان كنت بطلع وبشوف وفي افكار كانت في دماغي كنت برتبها خلال السنتين دول، عايز بقى انفذها على ارض الملعب، ان شاء الله اكون موفق في تنفيذها. فالامور مبشره، الامور مبشره، بس التوفيق بتاع مين؟ بتاع ربنا، ان شاء الله باذن الله يكون حليفنا، باذن الله حليف الراجل مع النادي الاهلي. نروح كمان للوطن سبورت. شايفين الخبر؟ قال لك ايه؟ مصير عبد الحفيظ وقمصان في جهاز الاهلي. هو يا جماعه ما تجيبوا لنا كده لقطه من المؤتمر الصحفي بس عشان نبقى يعني مع بعض على الخط كده، هاتوا لنا لقطه من المؤتمر الصحفي. كابتن سيد عبد الحفيظ موجود ولا مش موجود؟ موجود، ماشي. كابتن سامي قمصان موجود ولا مش موجود؟ هاتوا لنا الصوره اللي في الاخر اللي هم بياخدوا الصور اللي في الاخر المؤتمر خالص دي تبقى اوضح. كابتن سامي قمصان موجود ولا مش موجود؟ موجود. هنا في الخبر بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك كولر ليس لديه اي ازمه في استمرار ثنائي سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان ضمن الجهاز المعاون لهم في الفتره المقبله. حلو قوي، جميل وزي الفل. وقال مصدر داخل النادي الاهلي انه بالرغم من وافقه كولر على استمرار الثنائي الى ان هناك اتجاه ورغبه من بعض اعضاء مجلس اداره النادي في الاطاحه بثنائي من اجل تجديد الدماء، خاصه انهما استمر في منصبهما منذ فتره طويله. ممكن يكون ده اللي مضايق حضرتك يعني، مع كامل احترامي ليك اهو حلوه الصوره دي، مع كامل احترامي ليك كاعلامي مثلا بتغطي النادي او ما اعرفش والله مين اللي كاتب الخبر ده، لكن في كل الاحوال ممكن تكون دي رغبتك ان الكابتن سيد يمشي هو الكابتن سامي. بس هل لو كان في نيه اصلا ان هم يمشوا كانوا هيبقوا موجودين النهارده في المؤتمر الصحفي؟ ادي الصوره هي حضراتكم شايفينها، اللي على الشمال خالص ده مين؟ الكابتن سامي قمصان. اللي جنبه ده مين؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ. مشي ولا مشيوش؟ لا موجودين. هو كان في اتجاه ان يبقى في اضافه عنصر مصري جديد، كان في مناقشات دايره في الحته دي، بس خلاص بشكل رسمي تم اعتماد الجهاز زي ما هو كده ومش هيتم اضافه حد. لكن اي حد تاني يطلع يقول لك لسه الموضوع ده محل دراسه ان ممكن كابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان يمشي، ده برده في اطار الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها بقالنا يومين، فنخلي بالنا يا جماعه. وبرده هنرد اهو ونوضح على طول، مفيش مشكله خالص، حتى لو اخبار سلبيه زي دي لا نطلع نرد عليها عشان خلاص الدروس بقى اتعلمنا منها بصراحه يعني. تعال نروح لخبر اخر من خلال كوره 11. يبدو ان كولر لا يريد اهدار الوقت، ده حقيقي داخل النادي الاهلي. السويسري يطلب 5 صفقات من اجل تدعيم الفريق لاعاده الالقاب من جديد لدولاب المارد الاحمر. الباقي بقى مش منطقي يعني، بقيه الخبر مش منطقي. الاولاني الراجل مش عايز يهدر وقت خالص وشغال بشكل كبير جدا ومستمر وهو بيحب شغله بدرجه كبيره بالمناسبه يعني، لكن في نفس الوقت هيطلب 5 صفقات وهو لسه مش عارف كل حاجه بتخص الفرقه ازاي. بما ان الموضوع ده ذكر يعني، فهو بيتم عرض عليه بعض الاسماء ممكن من الاجانب، ممكن من الاجانب يختار كصفقه جديده او كصفقتين جداد ينضموا للنادي الاهلي مثلا كاجانب. الاهلي دلوقتي على ذمته موجود مين؟ 3 لعيبه لحد دلوقتي، 3 لعيبه علي معلول، ديانج، بيرسيتاو. بيرسيتاو مكمل
ان شاء الله يكون موفق. الثلاثه دول فناقص اثنين هيتم بقى الاعلان عنهم لاحقا، والراجل ليه دور في الاختيارين، في الاختيارين دول. تمام، بس كده عشان الامور تبقى واضحه. فده بخصوص هذا الخبر. لكن ما قال لك اصل هنا كاتبين لك ايه، بيقول لك باك شمال وباك يمين ونص ملعب وحاجات كتير جدا. ممكن نتفق او نختلف في حته الاهلي مثلا محتاج ايه ومش محتاج إيه. كل الكلام ده ماشي، لكن ان هو طلب خمس لعيبه وكلام ده مش حقيقي. بالمناسبه الاهلي كمان مرتبط بفتره القيد الافريقي اللي هتقفل يوم 15/9. احنا النهارده 13 صح، فهتقفل امتى؟ النهارده 12، تقفل يوم يوم الايه الخميس الجاي صح. فبالتالي في سرعه في انهاء الملفات اللي زي دي. فلو خمس لعيبه طلبوا من الراجل هتخلصهم امتى؟ هو الراجل اصلا ما طلبش الكلام ده. معلش يعني استحملوني شويه في الرد، لان الكلام مهم جدا يتوضح لجمهور الاهلي. مبتدا اجراء جديد من الخطيب وكولر بشان كهربا، تفاصيل حل الازمه. طيب حته موضوع كهربا، الحساب الرسمي مبتدا على تويتر كتبوا ان محمود الخطيب يرفض فكره التخلي عن كهربا. ده حقيقي، ده حقيقي. وطلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اختار اللاعب بحضور تدريبات الفريق والانتظام والالتزام في التدريبات وترك باقي الامور لاداره النادي. ده حقيقي، الكابتن محمود الخطيب مهتم اهتمام شخصي بقصه كهربا، بقصه كهربا لسببين. السبب الاولاني، ما ينفعش يكون في لعيب في قائمه النادي الاهلي عنده ازمه، النادي حتى لو ملوش ذنب فيها بس عنده ازمه وانت تسيبه في ازمته. السبب الثاني يا جماعه ان في قناعه تامه، في قناعه تامه من الكابتن محمود الخطيب شخصيا ومن كل الفنيين داخل النادي الاهلي بامكانيات كهربا، خصوصا في ظل نظره المواهب في مصر. كهربا عنده امكانيات عظيمه قوي، مهارات فرديه ممتازه، والناس شايفه ان هو هيكون اضافه مؤكده للنادي الاهلي، اضافه فنيه مؤكده للنادي الاهلي لو ركز كهربا، فهيدي كتير جدا للنادي. كمان عنده مهارات تهديفيه رائعه، ارقامه كلها ممتازه في كل الانديه اللي لعب فيها. لكن حته حل الازمه دي ايه، دي بقى حاجه متروكه للنادي ما نقدرش احنا نستفيد فيها دلوقتي خالص يعني. بس ان شاء الله الامور يعني تمشي في الطريق الصحيح اللي يكون في صالح فرقه النادي الاهلي باذن الله، وصالح طبعا لعيب مهم زي محمود عبد المنعم كهربا. ده بخصوص الخبر ده. تعالوا نروح لخبر اخر، وده من خلال اليوم السابع على تويتر. الاهلي في المركز 22 بتصنيف الانديه العالميه، والزمالك يقفز لل 90. هو الزمالك كان كام طيب قبل ال 90؟ مش عارف، لكن في كل الاحوال الاهلي يعني طبقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء اعلن ان الاهلي احتل المركز 22 بعد ما كان الاهلي في المركز ال 20، وبيتفوق او بيستمر طبعا في المرتبه الاولى في قائمه الانديه الافريقيه والعربيه، متفوقا على باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الايطالي، وروما الايطالي، وبورتو البرتغالي، وريفر بليت الارجنتيني. فمركز جيد، بس طبعا احنا اكيد طموحنا اكتر من كده واحسن وافضل من كده بكتير يعني. حتى لو احنا كنا في المركز 20 رجعنا 22، لا نتمنى دايما ان احنا نكون افضل حتى لو في حاجات مهمه زي دي يعني. ده بخصوص ترند الاهلي وبعض الاخبار اللي منها صحيح ومنها غير صحيح، ووضحنا لحضراتكم كل الامور والتفاصيل. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.